يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. شكرا 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 أعزائي الأطفال. عمو يزيد وفرحان بزاف اللي راكم معاه اليوم هنا وانتم راكم فرحانين. إذا مرحبا وانتم يا أحبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تشاركوا في الحضور كما الأصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذا أحبائي لما تشاركوا في الحضور لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وحتما سوف نتصل بكم. في بداية كل حصة نستقبلوا أصغر ساعي البريد اللي جبنا بريد الأطفال اللي بعتوهن عن طريق موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. تحية لسهيب. تعال سهيب، تعال 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 تعال. مساء الخير يا أطفال، مساء عمويزيد. مرحبا سهيب، وش راك وليدي؟ لاباس؟ لاباس. وش جبت لنا اليوم؟ البريد. البريد، بريد تاع أطفال؟ نعم. أصدقائنا الله يبارك. إذا نضعه في علبة البريد ومن بعد عمويزيد راح يقرأ الرسائل هذه اللي يحبها بزاف اللي بعثوها لنا أصدقائنا الأطفال. أحبائي دائما نتكلموا مع السلامة يا أطفال. شكرا شكرا سهيب، شكرا شكرا. دائما نتكلموا على أيام عالمية ودولية اللي تهمنا في حياتنا في هذه الفترة. هذه يوم 28 جانفي يناير هو اليوم العالمي للحفاظ على المعلومات. على بالكم يا أحبائي أنه العالم في تقدم والعالم درك ولات العولمة. مثلا لما تروح لأي مكان تعطيهم المعلومات نتاعك، مثلا تروح للتأمين ولا لشراء بيت ولا أي، يطلبوا منك بعض المعلومات. هذه المعلومات هذه عندك حق أنهم يحافظوا عليها، ما يمدوهاش لأي شخص آخر ولا لأي شركة أخرى ولا. إذن الأمم المتحدة دارت يوم عالمي للحفاظ على المعلومات، سي لا جورني انترناسيونال دو لا بروتيكسيون دي دوني. إذن المعلومات تاعك لازمها تكون يكونوا حافظين عليها، هذا حقك. عندي سؤال، تحبوا الأسئلة ولا تحبوا الهدايا أكثر؟ الهدايا أكثر على بالي على بالي، ولكن باش توصل للهدية لازم تجاوب على السؤال. سؤال اليوم يقول: من هو أول إنسان ركب الخيل؟ أول إنسان في تاريخ الإنسانية ركب الخيل. فكروا لغاية نهاية الحصة. صعب السؤال، فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. فكروا في أول إنسان ركب الخيل. راح اليوم نكتشف مع نور الهدى شخصية عالم مسلم هو عزيز سنجار. تفضلي تفضلي نور الهدى، تفضلي بنتي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم عن حياة الدكتور التركي عزيز سنجار. الدكتور المسلم عزيز سنجار الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2015، وهو تركي مسلم وعالم في الكيمياء الحيوية. ولد عزيز سنجار في جنوب شرق تركيا في 8 سبتمبر 1946 ميلادي لأبوين أميين، لكنهما اهتم كثيرا بتعليم أبنائهما الثمانية. وقد أنهى دراسة الطب في جامعة إسطنبول، ومن ثم رحل إلى أمريكا ودرس في أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية، بحيث كان واحدا من بين ثلاثة أتراك تم قبولهم في هذه الأكاديمية. عام 1969 كان الأول في دكتوراه الطب على 625 دراس. انتقل إلى الولايات المتحدة حيث درس في جامعة تكساس وحصل على الدكتوراه عام 1977 فيها.
وهو متخصص في مجال إصلاح الحمض النووي، مما رشحه للفوز بالفعل بنوبل في الكيمياء مناصفة مع دكتورين آخرين. ويعتبر الدكتور عزيز ثاني شخص من طوكيا يفوز بنوبل. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أعلنت أنها قدمت الجائزة للفائزين تكريماً لجهودهم المبذولة في الوقوف على وظائف الخلية الحية، وهو ما يستخدم على سبيل المثال في ابتكار علاجات حديثة للسرطان. قام بإنشاء مركزاً تركياً للاهتمام بالباحثين الدارسين في وثيقة التقارب التركية الأمريكية. في هذا الصدد ولتمهيد استقبال العلماء الأمريكيين المتخصصين بتركيا. شكراً 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 نور الهدى، شكراً شكراً بنتي، شكراً نور الهدى. إذن أحبائي، عزيز سنجار هو عالم تركي مسلم حائز على جائزة نوبل للكيمياء الحيوية. إحنا نعتز بكامل علماء الأمة الإسلامية يا أخي أحبائي. إذن واش رأيكم أحبائي، حبوا الحيوانات؟ إذن عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها عندي في بيتي أرنب، غنوها كامل معايا يلا. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. يحزنني لما يمرض فأناديه وأداويه وأداعبه وأسليه، عندي في بيتي أرنب. يحزنني لما يمرض فأناديه وأداويه وأداعبه وأسليه، عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعنيه، هو لا يحكي هو لا يبكي، عندي في بيتي أرنب. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعنيه، هو لا يحكي هو لا يبكي، عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني، عندي في بيتي أرنب. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني، عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب، أطعمه العشب الأخضر. برافو 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 أحبائي، أرجع لأماكنكم. أحبائي اليوم جانا عمو نور الدين من مدينة تيارت بألعاب الخفة، إذن يلا استقبلوا معا عمو نور الدين. تحية تحية، تفضل تفضل عمو نور الدين. Thank you.
برافو 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 عمو نور الدين، برافو برافو برافو. درك الحقنا ركن جديد في الموسم الرابع اللي مع عمو يزيد، هو ركن هل تعلم. يلا درك نكتشفه مع ياسمين معلومه في ركن هل تعلم. تحيه تحيه لياسمين، تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مساء الخير يا اطفال. هل تعلم ان تمنراست هي اكبر ولايه في الجزائر بما يقارب 556 الف كيلومتر مربع باي ربع الجزائر؟ شكرا 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 بنتي، شكرا 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 ياسمين. اذا في كل مره نكتشفوا معلومه جديده. اذا احبائي على بالكم باللي مساحه ولايه تمنراست فقط هي تقارب ربع الجزائر، يعني اكثر من 500 الف كيلومتر مربع. يعني على بالكم مساحه الجزائر شحال؟ هي ما يقارب 2 مليون كيلومتر مربع. يا اخي احبائي تحبوا الحكايات؟ اذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه وائل وصديقه النصوح. يلا معي احبائي، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه الطفل وصديقه نصوح. واحد النهار كان واحد الطفل كيما انتم هكذا، كان يتابع في الدرس، كان يقرا، وهذاك الدرس يحبه بزاف، هو درس الجغرافيا، يحب يتعرف على القارات، على البلدان، على الجبال، على السهول، يحب المعرفة. ولكن هذاك اليوم كان راسه يوجعه، كان يحس صداع صداع هكذا، ما قدرش يتبع الدرس، يتبع الدرس هكذا عاود يعيا هكذا، يهبط راسه. من بعد يستنى غير وقتاش تصوني لا كلوش لا سونيت باش يروح للبيت. موالف عنده أصدقاء، هو كان حنون يحب يهضر مع أصحابه كامل. من بعد غير خلاص الدرس راح يجري، ما قال لهم لا بقى ولا خير لا والو، أصحابه تخلعوا راح يجروا موراه. قالوا واش بيه؟ قال لهم صداع 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 راسي وجعني. قال لصاحبه قال له رحم بابكش ما عندك دواء، أعطيني دواء نشرب. قالوا لا لا، قالوا ما نعطيكش أنا الدواء. قالوا لأنه الدواء مهم، أنه الطبيب هو اللي يراقب، ما تقدرش تاخذ الدواء هكذاك من راسك. قالوا لي انا الصداع ممكن السبب نتاعو يكون عده اشياء، ممكن يكون ضغط في الدم، ممكن انك تكون ما نمت مليح، ممكن انك تكون مريض بالزكام، يعني لازم تداوي السبب المرض اللي هو اللي جاب لك الصداع، يعني ما تداويش الصداع. قاعد يشوف فيها هكذا. قالوا شكرا شكرا يا صديقي على هذه النصيحه هذه، وراح للبيت. قالوا روح للبيت ارتاح وكل الولد تاعك ياخذك عند الطبيب، والطبيب هو اللي يعرف واش هو الدواء اللي يليق بك، واش هي الجرعه اللي لازم تتناولها، والمده اللي لازم تتناولها. قالوا ما تشربش الدواء وحدك هكذا من راسك، يعني نشوفوا بزاف الناس هكذاك بالمرات يشربوا دواء وحدهم، هذا شيء خطير خطير جدا. اذا قالوا يعطيك الصحه صديقي على هذه النصيحه القيمه هذه. عمو يزيد عمو يزيد، استخلصوا من الحكايه تاع اليوم ان الدين نصيحه. شكرا شكرا، تحيه 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 تحيه. إذن أحبائي الدين النصيحة. إذن لما نشوفوا أصدقائنا محتاجين للنصيحة ولا أقربائنا، لازم ما نبخلوش عليهم بالنصيحة، لازم ننصحوا الناس. يا أخي أحبائي يلا معايا أرجعوا لأماكنكم. إذن أحبائي لازم ما نبخلوش بالنصيحة على أصدقائنا وأقربائنا. يا أخي أحبائي الدين النصيحة، والدين المعاملة، والدين كذلك حسن الخلق. احبائي لحقنا درك الواحد الركن اللي نحب نسمعكم انتوما، شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله، شكون عندك نكته جميله؟ تعالي اروح تعالي. تعالي بنتي تقعدي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين وين تسكني سيرين؟ في ولاد فايت. في ولاد فايت، الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قالك واحد النهار واحد ثلاثه اشخاص سرقوا دراهم، ومن بعد كانوا يحوسوا عليهم لابوليس. ما صابوش وين تخبى، واحد راح تخبى فوق البوطو. جاء البوليس يحوس عليه، قالوا شفت ثلاثه اشخاص سرقوا دراهم؟ قالوا لا لا انا ما شفتهمش، انا الكتريسيا. من بعد راح الثاني راح قعد تحت تخبى تحت السيارة.
قالوا البوليسي اللي شفت ثلاثة سرقوا دراهم، قالوا لا لا أنا ميكانيسيا. بعد الثالث ما صابش وين وين يتخبى، راح تخبى تحت حمار. قالوا شفت ثلاثة أشخاص سرقوا دراهم، قالوا لا لا أنا هذا من زيت. يلا يلا بنت، تعالي تعالي بنت، اروحي تعالي 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 انتي انتي تعالي بنت، اروحي جيبي 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 الورق، الورق تاعك، تعالي 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 اقعدي هنا اقعدي. انا شفتك، واسمك بنتي؟ سلسبيل. سلسبيل وين تسكني سلسبيل؟ بنت الحا. في بنت الحا. انا شوف في سلسبيل جابت لنا شهادة تشجيع، سلسبيل متفوقة في الدراسات، قراي مليح بنتي. الله يبارك الله يبارك. إذا سلسبيل لازم توصلي هكذا وتقراي مليح بنتي يا أخي. أيا بالتوفيق. شكون اللي عنده نكتة يحكيها لنا؟ واش جبتي؟ تعالي بنتي تعالي، أروحي بنتي أقعدي قدامي. واسمك بنتي؟ أنيسة. وين تسكني أنيسة؟ بنت الحا. في بنت الحا، واش جبتي لنا بنتي؟ شهادة. شهادة تاني؟ شاطرين كاع. شهادة تقول المعدل 7.40 من 10، جيدة في اللغة العربية، جيدة في الرياضيات. شاطرة بنتي، شاطرة شاطرة شاطرة. بالتوفيق بالتوفيق بنتي بالتوفيق، إن شاء الله تكوني دكتورة ولا مهندسة إن شاء الله. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ تعالي أروح بنتي. واسمك بنتي؟ ليلى. ليلى وين تسكني ليلى؟ ولاد عيسى في بومرداس. بومرداس ولاد عيسى، تحياتنا لكاع ناس ولايه بومرداس. احكي لنا النكته تاعك بنتي. عندي اون شونسون ما عنديش. تفضلي بنتي. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit, tous nos visages métissages. Bravo, 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 binti. Ahibai, الحقنا دركا الركن الرسائل. عمو يزيد راح يقرا لكم الرسائل اللي بعتوهم لنا أصدقائنا الأطفال عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. بوبي، أعطينا بوبي رسائل تاع أصدقائنا الأطفال. وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم في البرنامج، ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com عبر الزرار آراء وملاحظات. شكرا بوبي، شكرا شكرا. تحية تحية البوبي، تحية البوبي. إذن الرسالة الأولى من عند حبيبي سهام، 13 سنة من مدينة سعيدة بالغرب الجزائري، تحيتنا. قلت لكم راسلتكم لأنني أحبكم كثيرا وخاصة عمو يزيد. إذن حبيبي سهام من مدينة سعيدة بنتي، أنا تاني نحبوك ومدى بينا تشرفينا في الحصة إن شاء الله. تحيتنا لكل سكان مدينة سعيدة. الرسالة الثانية، بطاش عبد القادر، 11 سنة من ولاية عين الدفلة، قال لكم أحب حصة عمو يزيد وخاصة بوبي. بوبي برافو برافو. إذا عبد القادر بطاش من عين الدفلة قال لكم نحبكم كامل وليدي، إن شاء الله نستضيفوك في الحصة. الرسالة الموالية، مع تشليغم آلاء الرحمن، 9 سنوات من مدينة الطاهير ولاية جيجل، قلت لكم أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة. بنتي آلاء الرحمن شليغم 9 سنوات من الطاهير من ولاية جيجل، احنا تاني نحبوك بنتي ومدى بينا تشرفينا إن شاء الله. الرسالة الموالية، غويل وئام آلاء، 10 سنوات من مدينة بالسكرة، خيار الناس مدينة بسكرة والتمور، قلت لكم أنا مهتمة جدا بالحصة وأحبكم. إذا ألاء وئام بنتي غويل من بسكرة، حنا تاني نحبوك يا بنتي وماذا بينا تشرفينا في الحصة. الرسالة الموالية،
الهاشمي دعاء 13 سنة من ولاية بشار، بشار الجنوب الجزائري. قلت لكم أنا أحبكم كثيرا وخاصة عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة. إذن بنتي دعاء الهاشمي 13 سنة من مدينة بشار، حنا تاني مدابينا تجي تشرفينا في الحصة. الرسالة الموالية: شرعات منير 12 سنة مدينة البليدة مدينة الورود، قلت لك I love you عمو يزيد بوكو بوكو بوكو. إذن منير شرعات وليدي إحنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هادو اللي نحبهم بزاف، وانتوما إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. من هو أول إنسان ركب الخيل؟ أول إنسان ركب الخيل. تعالي بنتي، أرواحي بنتي، أعطينا محاولة. واسمك بنتي؟ لينا. لينا وين تسكني؟ في النعجة. عين النعجة، الله يبارك. شنو هو أول إنسان؟ الرسول. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نبي كذلك، ولكن قبل منه في عهد الرسول كانت الناس تركب على الخيل، ولكن هذا أول من عرف أن الخيل تركب، يعني من قبل منه كانوا الناس ما تركبش في الخيل. شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف؟ تعالى 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 أروح بليدي. واسمك؟ آدم. آدم دول الكاميرا. آدم وين تسكن آدم؟ في الجزائر العاصمة. في العاصمة. شكون هو أول إنسان ركب الخيل؟ إسماعيل. شكون إسماعيل؟ عليه السلام. إسماعيل عليه السلام، هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. برافو برافو ولدي. إذن أول، قعد معايا، أول إنسان ركب الخيل هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. أعطيه الهدية تاعه، أعطيه الهدية تاعه. إذن ولدي شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها على شطارتك. تفضل. العفو العفو وليدي، العفو العفو العفو. أحبائي في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة باش يحتفل بعيد ميلاده في حصة مع عمو يزيد. وانتوما إلا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 طوالي العاصمة. اليوم عندنا عيد ميلاد إيناس 5 سنوات. تعالي بنتي، أرواحي أرواحي التحقي بيا. تعالي بنتي، تعالي 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 أرواحي. إذن اليوم عيد ميلاد إيناس، حنا راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها. تعالوا التحقوا بيا باش نغنوا لها كامل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
هيا نصفق ونغني له وجمال هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذا عمو يزيد يشعل الشمعة تاع إيناس وانتم أصدقائي ديروا معنا العد التنازلي خمسة أربعة ثلاثة صفر واحد يلا طفي طفي الشمعة إيناس برافو 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 إذا بنتي مبروك عليك أعطيني الشهادة تاعها إذا إيناس بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة هذه وريها لهم هذه الشهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يأخذ شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة عمو يزيد وبنتي إيناس كما وعدناك رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفادي بها بنتي إذا وأنا نبقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت نحبكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد شاركنا في على السيت تاع عمو يزيد وعيطونا باش نشاركوا في يشاركوا الاطفال في حصه عمو يزيد شفنا ليميسيون نشكر عمو يزيد باش نشارك في حصه عمو يزيد نشكر عمو يزيد بزاف بزاف حصه رائعه نشكر عمو يزيد بزاف بزاف قالوا لهم الينا نضموا مع عمو يزيد قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي عيد ميلادك أحلى عيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد إذا أجمع خمس قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي أجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله وسوف نهديك هدية عيد ميلادك هيا نصفق اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص كل الحفلات كل اللقاءات الصحفية وأكثر شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج